أنا الخدي مزاول كل الدموع، أنا الخدي مزاول كل الدموع، قبل يصير لعيون المساكين. ضحكنا وما بكينا، ضحكنا وما بكينا بوجه الأطفال، ونعلق جروحنا بوجه الحياطين. إذا قلت لك عراق تفرفح القاع، إذا قلت لك عراق تفرفح القاع، علي الكرار بيه وبيه الحسين، ونبي يونس وشيت وصالح وعون، نبي يونس وشيت وصالح وعون، يعني بقاعنا ماكو شياطين. آدم من نزل بالمعقل وقام، قبل ما تنخلق قبلة مصلين، ونوح ويوشع وذي الكفل والياس، أرضنا اشقد إذا انضمت عناوين. المثل أرضي ولا تحتاج تعريف، المثل أرضي ولا تحتاج تعريف، طرح أول مسلة والقوانين. المثل إيضاحي ما يحتاج إيضاح، المثل إيضاحي ما يحتاج إيضاح، وما يحتاج تدوين ودواوين. بتظلت أرضنا يدقها كلها العوز، بتظلت أرضنا يدقها كلها العوز، وعلى وجه الوطن يرسم نياشين، وعلى وجه الوطن يرسم نياشين. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد في طيبة أهلنا. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الظلم ندامة، والحياة اللي يعيشها الظالم قلق ووحشة، لأنه يعلم أن المظلوم له مكان عند الله. وإحنا كل اللي يحدث في بلدنا ويؤدي إلى أذى المواطن هو شكل من أشكال الظلم، وإذا نعدد هاي الأشكال نزداد ألم، لأن شعبنا ما يستاهل كل هاي المعاناة، هم عوز وهم علل وهم نقص خدمات وهم تعقيدات في كل شيء في الواقع، الحياة اللي نعيشها الحياة اليومية. والقضايا اللي تحدثنا عنها جزء بسيط من آلاف القضايا اللي لازم اللي يجي المجلس النواب القادم يشوف لها حل حقيقي، مو يساهم في تعقيدات حياة الناس. وقول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الظلم ندامة، لأنه ما يدوم والله، ويبقى بس العمل الصالح اللي ينصف المواطن ويحقق له الأمل في الحياة، مو يكون بموقع المسؤولية والناس بين محتاج أو عاطل عن العمل أو يتسول ويجدي بالساحات، أو عليل ما عنده ثمن العلاج والدواء، والمصيبة إنه بلا سكن وأيضا بلا أي خدمات. ليش هيك؟ هذا سؤال للجميع، والإجابة إن شاء الله تحدد صناديق الانتخابات. خلي نسمع ونشوف حديث هذول المواطنين حول المسؤولية وما مطلوب من المسؤول. أتمنى منهم أن يضعون خدمة الوطن وخدمة الشعب، وهذه أمانة كلفها بهم المواطن، عليهم أن يتحلون بهذه الصفات بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية والطائفية. أكو أداء ضعيف بالدورة السابقة، أداء المجلس النواب واضح للعيان، يعني حتى الإنسان اللي مجرد يجيد النطق يعرف مجلس النواب هو من أثقل البلاد بالكوارث. فاللي نتمنى من الأعضاء المرشحين إذا خلوا المنافع الشخصية يعني كهدف أولي، فمن الأفضل أن يجلسوا في بيوتهم ويروح المواطن ويروح أنفسهم. أما إذا خلوا مصالح البلد العليا، مصالح العراق من جنوبه إلى شماله يعني كهدف رئيسي، أهلا وسهلا بهم. وإذا فضلوا أنهم مصالحهم الشخصية، فوالله أنا أفضل أنه حتى لا يوصلون حتى مجالس المحافظات ولا مجالس النواب، لأن ذولا باعتباره أنه يعني اللي السهم اللي يصيب المواطن، المواطن الآن محتاج إلى خدمات، إلى رعاية، إلى كذا، فذولا إذا أجوا على مصالح الشخصية فذولا نرفضهم مسبقا. أتمنى أن يكون هناك تحمل كبير مسؤولية وأخذ على عاتقهم هذا الواجب المكلفين به من خلال يعني أصوات التي منحت لهم، نتمنى لهم التوفيق والنجاح إن شاء الله في عملهم القادم. وبواقع الحال لم نلتمس من البرلمانيين اللي كانوا موجودين يعني مسائل تفرح القلب، فالشعب العراقي بشكل عام والمواطنين كلهم نلاحظهم عندهم معاناة، فهذه المعاناة لازم ندرسها دراسة حقيقية ونتوصل إلى نتائج. يعني أضرب لك مثل،
انه عندنا فد ازمه كبيره من شبابنا اللي يحملون شهادات، وايضا ناس اصحاب عوائل ما عنده شهاده بس هو صاحب عائله. زين هاي الفئه الكبيره من المجتمع اللي موجود المفروض انه ننظر لها نظره، ليش؟ راح ننقذهم، لان ذول الشباب لو يبقون بصراحه بدون عمل راح تصدر من عندهم امور تؤثر على البلد. نطالب الخدمات، اول شيء نطالب بهاي الناس الارامل هذني اللي هاي بسبب هاي الانفجارات والشسمين، طالبهم بانه يديرون بالهم على الارامل وهاي الناس الفقراء. امنيات يعني احنا نتمناها ولكن امنياتنا لم تتحقق مع البرلمان اللي فات بكافه دوراته، ونلاحظ احنا اغلب الوجوه اللي جاي نلاحظها تحت قبه البرلمان هي وجوه متكرره، يعني هسه الوجوه انت جاي تشوفها خلال هاي الفترات الانتخابيه متكرره قبلها، فاحنا يعني احنا شلون يأسنا او اصبحنا يائسين من هكذا اناس تحت قبه البرلمان؟ هي ليس قبه برلمان اصبحت، والشعب العراقي كله على علم ودرايه، هي اصبحت قبه للمزايدات، كانما هي ساحه للتجار وليس لمصلحه الشعب. يعني اعطيني برلماني واحد جاي يخدم الشعب، هسه انا جاي اشوف البوسترات هلا هلا بالعراق اكشف الفساد والمفسدين، فبرلمان هو ربما هو كذوبه على ابناء الشعب العراقي. اطالب من البرلمان الجدد ان يتقوا الله في هذا الشعب، يعني هاي كلمه واحده، ان يتقوا الله في هذا الشعب، لانهم كلهم اصحاب عوائل ويتقوا الله في هذا الشعب، هاي كلمه واحده. مدينة ديالى من مدن البلاد الجميلة، تمتاز ببساتينها ومائها وحقولها وطيب أهلها. هي المدينة المتميزة بعطائها الدائم وهدوءها وجمال طبيعتها، لها وقع في جسد الوطن ولها مكان يشبه القلب. عانت أيضا وتعاني مواجع وأزمات ومحن جعلت أهلها يفقدون الأمان، يحاولون جميعا أن يعيدوا بالبسمة الفضائها. من ديالى المحبة والعطاء ستكون معنا بعد الفاصل ضيفتنا النائبة الدكتورة غيداء كمبش من لجنة التعليم العالي، سنتحدث معها عن هموم البلد وهموم أبناء الشعب. كونوا معنا بعد الفاصل. ومثل ما تحدثنا قبل الفاصل ضيفتي النائبة عن ديالى النائبة غيداء كمبش، أهلا وسهلا بيك سيادة النائب. أهلا أهلا سفيفة. سيادة النائب خلينا نشاهد هذه الحالة ونبدأ حديثنا. يعني حالتي يعني قاعد اشتغل، شفت حالتي انت وشفت وضعيتي شلون دا اشتغل بالمجاري وسلف مجاري وهذه وهاي عشتي عليها، ودريد علمني كم فلس حالتها هذا كرر يعني صعبه حيل. يعني اتمنى هسه شفت الجال حلوا من المدرسه يريد يروح للمدرسه، يعني عمليته ابسط شيء عندي اخوه زغير، يعني كلفت عمليته يم الدكتور تقريبا حدود 3 ملايين 4 ملايين، وهل شفت حالته بعد لحد الان ما يمشي 8 عمليات سواله. حالته شلل تشنجي ويعني من الدماغ، رجليها ايديها ما تقدر تشيلها، انا اوكلها، انا يعني اودي اخسللها بدللها، فيعني اودي سووا لها عمليات. يعني هسه يعني حالتها انه ساءت بعد ازيد. والله حسن مريض تعبان، يعني اول ما جبته مال ولاده كل شيء ما بيه، صحته زينه، فد يعني من تالي كل ما يكبر كل ما يعني اشوف حالته وديته سويت له عمليات دكتور لؤي، اي العمليات تطويل الوترات اي سويت له، يعني ما خليت بغداد وديته اي سويت له تطويل الوترات، العمليات برجلي المستشفى، وما خليت من ذاك اليوم لليوم سويت له 8 عمليات. يقول وضعيته يعني هناك يراد له علاج، يراد له يعني خارج البلد يعني، وأنا حالتي تعبانة ما عندي يعني أنا يعني ما عندي إمكانية
وهذا ابني يريد يروح للمدرسة، يريد يقوم يمشي يعني، وما ينقهر خطيه يشوف الجهالة تروح للمدرسة. حطني ببالك لا تنساني، حطني ببالك لا تنساني، ومتي تندل عنواني، بيت الطين الطايح بيتي، ومكتوب عراقي بجنسيتي، للنجم انا لو اصل صيتي، سوي لك فد عمل انساني، حطني ببالك لا تنساني، عايش لو ميت تلقاني، حطني ببالك لا تنساني، هذان المشلول اطرافي، وينك مو يبست شفافي، مليت وما احمل كافي، الحق طفيه النيراني، حطني ببالك لا تنساني، والعوز انا الهدم حيلي، وخطار الجوعان بليلي، وجوعان وليدي ويشكيلي، شو مرتاح بكثر احزاني، حطني ببالك لا تنساني. سيادة النائب، شاهدتي هذه العائلة المتكونة من رجل عامل مجاري ومتزوج نساء اثنين وأطفاله بهذه الحالة، وأيضا حالته المادية سيئة جدا، هم مرض هم عوز هم حالة صعبة جدا. هذا اليوم مش نتحدث عن هذه العوائل، واليوم هاي الحالة هي من ديالة، وأنت كنائب عن محافظة ديالة في البرلمان العراقي، مش نتحدث عن هاي الحالات؟ طبعا هو الحديث يعني صعب جدا، والكلام احيانا تشوفين انه المتلقي لهذه الحالات مثل ما يقولون تخون الكلمات والعبارات، ممكن انه تاثر على صوته بالكلام. يعني انا شاهد اكثر من هذه الحالات مأساوية وقساوة مع الاسف. بس من تنجمع نعم. سيادة النائب، ينجمع الفقر والعوز والمرض نعم. بعائلة واحدة يعني نعم. شلون نعم. تكون نفسية هذه العائلة نعم. ونحن اليوم في أغنى بلد يعني نعم. أيضا أنتوا سيادة النائب تتحملون مسؤولية كبيرة كنائب عن هذه المحافظة داخل قبة البرلمان، عليكم نعم. أن تطالبون بحقوق هاي الناس المحتاجة. بالتأكيد بالتأكيد، أنا من قلت لك أنه أكو أكثر من حالة، لأن هذه يعني مشاكل صارت كأنما أشياء بسيطة بالنسبة للمجتمع العراقي مع الأسف. هذه العوائل اللي دمرها العوز والقحط والمرض صارت مسألة عامة، يعني كنا يعني ناخذ مثلا ممكن في بلدان أخرى أو في مناطق أخرى تأخذ استثناء لقواعد وتحملها للرأي العام والإعلام يسلط عليها ضوء. المشكلة في العراق للأسف هذه الحالات أصبحت قاعدة. هناك حالة عوز كبير، هناك أمراض يعاني منها الفرد العراقي، هناك أسر تعاني الأمرين، سواء بالنسبة إلى الدخل، بالنسبة إلى المرض، بالنسبة إلى حالات كثيرة بالذات بديالة التهجير. لدينا حالة في ديالة يعني لا يمكن الكلام عنها، ونحن نتأسف كمسؤولين وكنواب عن محافظة ديالة أن نبقى أن نتكلم إلى أن وربما يجدنا البعض أننا لم يعد يفيد الكلام. يجب أن نأخذ يعني نأخذ الآن قرار من أجل أن ننهي هذه الحالة. الكلام لم يعد يجدي نفعا، نريد حلول. لكن هذا دوركم، دوركم الرقابي، دوركم التشريعي لتشريع قوانين مهمة لخدمة هذا المواطن. والله المواطن احتار، يعني روح للحكومة يقول المشاريع وهذه بعثناها لمجلس النواب ومجلس النواب ما قرها. أريد أيضا نحن نعرف الجهة المقصرة في عدم كلنا مقصرون، عدم الجميع تشريع مقصر. هذه القوانين لخدمة هذا المواطن، الجميع مقصر، الجميع مقصر، من سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية، وحتى اسمحي لي أن أقول السلطة الإعلامية، أن صح التعبير، أن عندما نسميها السلطة الرابعة، الجميع مقصر الآن في بناء العراق وحل مشاكل العراق. الكل يرمي بالكرة في ملعب الآخر،
وهذا يعني هو اللي ده يخلي المشاكل تختنق أكثر مما أنه ألقي لها حل. نعم. عندما أبرئ نفسي من المسؤولية. نعم. وأرميها على الآخر. هناك أزمة ثقة كبيرة بين الكتل السياسية. المواطن كان ضحيتها. والمواطن كان ضحيتها. المواطن كان أكثر من ضحيتها. عندما أدخلت الإعلام كسلطة رابعة، أعتقد أن اليوم الإعلام أكثر من السلطة التنفيذية والتشريعية يقدر أن يستطيع أن ينجح في مهمته. عندما نقول السلطة التشريعية، السلطة التشريعية دورنا الرقابي محيد، قضائيا مسيس، تنفيذيا يعني تشوفين وتشاهد الكل حتى المواطن البسيط يشوف أنه مثلا أقرب مسألة استضافة وليست استجواب ولا إقالة ولا استقالة، وهو الدور الأساسي لمجلس النواب. المجلس النواب لا يستطيع أن يقول كلمته. البعض يقول بسبب الصراعات السياسية، بسبب الصراعات يعني السياسية عطلت كثير من الدور الرقابي. نعم. وأيضا نعم. الدور التنفيذي. نعم. بسبب هذه الصراعات السياسية. متى يتخلص المواطن العراقي من هذه الصراعات؟ هل بعد الانتخابات ستكون حكومة أغلبية سياسية بعيدا عن هذه المحاصصة المقيتة اللي جرت البلد إلى ويلات وشاهدنا حال المواطن العراقي مثل ما شاهدنا الآن؟ لا، الانتخابات ليس لها علاقة. بعد الانتخابات؟ نعم، بعد الانتخابات راح تفرز نعم. حكومة. نعم. أغلبية. هذه الحكومة. نعم. يكون لها أقصد ست هيفاء، أقصد أن الانتخابات شماعة نربي أخطاءنا عليها. إذا لم تتغير نفسيتنا وأساسنا من الداخل في نظرتنا إلى بناء العراق، لا انتخابات ولا حكومة جديدة ولا حكومة سابقة يمكن أن تحل الموضوع. الخلافات السياسية أزمة الثقة كبيرة. أزمة الثقة. إذا ما تفكرين كسلطة تشريعية شلون تنجحين السلطة التنفيذية، إذا ما تفكر شلون تنجح السلطة التشريعية لأنها واجهة البلد، لن يكون لأي انتخابات جدوى في الموضوع. وكذلك السلطة التشريعية عندما تحس بهيمنتها على كافة السلطات، وأن السلطة التنفيذية تتخوف دائما من السلطة التشريعية باعتبار ليس لكون أن هذه الكتلة السياسية معينة أو هذه أو هذا، لا، السلطة التشريعية هي كلام الشعب، هي ممثل الشعب، هي صوت الشعب. والدولة الديمقراطية فيها السلطة التشريعية هي مصدر السلطات، يعني الشعب مصدر السلطات وهو مصدر القوانين. لكن يقال أنه بعض من القوانين تؤجل، أو بعض من القوانين المهمة تؤجل وترفع قوانين إلها علاقة بمصلحة النواب ومصلحة الجهات الأخرى. نحتاج قوانين مثل قانون الموازنة هذا اليوم. هذا القانون اللي عطل بسبب الصراعات السياسية داخل قبة البرلمان. هذا قوت الشعب. نعم، هو هذا هذا هذه الفكرة العامة. يعني أي كتلة سياسية اليوم ما تنجح إذا ما تفكر برأيي أنا من كتلة سياسية معينة، يجب أن أفكر أفيد جمهور الكتلة السياسية المضادة لي قبل أن أفكر بإفادة جمهوري، لأنه بالتالي جمهور العراق كله، لأن ما حتنحل المشكلة إذا حليت أنا مشاكل جمهوري وعفت الكتلة السياسية الثانية جمهورها يعاني. يجب هذه تكون النظرة. لذلك صراعات الكتل السياسية، تعرفين الخطأ الثاني شنو؟ الخطأ الثاني الكل يفكر كيف يحصل على أكبر عدد من المقاعد. هذه الفكرة وراء الانتخابات. هذه كأنما الانتخابات أصبحت غاية، الانتخابات وسيلة لبناء دولة ديمقراطية ذات سيادة. الانتخابات ليست غاية ولا المقاعد هي الغاية. واليوم المواطن هذا المقعود البسيط سيادة النائب يجي يقول الله يخليكم ما تشوفوا لي حزب انتمي له، ما تشوفوا لي جهة حتى أحصل على تعيين، حتى أحصل على مساعدات، حتى أموري تمشي بالدوائر. ونحن هذا اليوم أيضا نوجه إلى سيادة النائب هذا السؤال، متى يتخلص السياسيين من انتمائهم الأحزاب، هم يكون انتمائهم للوطن ولهذا المواطن المسكين؟ نعم، عندما يفكر كل سياسي بما أقول، عندما يفكر أن يفيد جمهور الكتلة المضادة قبل أن يفيد جمهوره. ف
فبذلك يكون كأنه ما فكر لبناء العراق. بس هاي بعيدة جدا يعني. أنا أتوقع سيادة النائب ما راح تتحقق هذه، أشوف أحلام وردية هاي ما راح تتحقق. لا لا، إذا أصرينا عليها وكان إن الأمل، إذا كانت إرادتنا قوية. هل تعرفين أنني في عيد المرأة بدأت أدعو إلى أن تكون المرأة هي القيادة بعدا، وعذرا من جميع الرجال بعدا أخفق الرجال في حل أريد أن ليش؟ لأن أحس أنه الموضوع يحتاج إلى إنسانية. أنا اليوم شاركت في هذا البرنامج، شاركت فقط لكونه إنساني. نحتاج اليوم إلى سياسي إنساني ورجل إنساني، امرأة إنسانية. مع الأسف ومع الاعتذار قصدي من كل الرجال، أعتقد اليوم المرأة هي أصلح في حمل هذه الراية. لماذا؟ لأن إنسانيتها أكثر ولا يزعل من عندي الرجال. لأن الرجال أنا دا أمدح أمه ودا أمدح أخته، فلا يزعل مني ويعتبرني سياسية اليوم أريد أتنافس على مقعد أو منصب قيادي. لا يزعل من الرجال. أنا أذكره بوالدته، والدته اللي دا تحمل والدته اللي خلتها قائد وآثرت على نفسها كل المشاكل اللي فات بها بالعراق، سواء كان بالغار تغرب أو عاش زمن الحصار في العراق وضحى ونطى أخوه أو أخته. كل سياسي خلي ينظر بي، لا مما أقول أخفقتم اليوم في حال إيجاد في إيجاد حلول لهذا المجتمع. اتركوا لنا، ولا أقصد أنا المتحدث، اتركوا إلى نساء تحمل الإنسانية. ربما كلامي مثالي، لكن أعتقد أن حلول بدأت في الإنسانية أكثر يعني، والإنسانية تضغو على أنا أفهم المرأة. من كلام سيادة النائب أن المرأة لو تكون في مناصب قيادية مهمة في الحكومة القادمة أو تتبوى مناصب حكرا كانت على رجل، راح يكون العراق في استقرار وأمان، لأن راح تحمل الإنسانية وتكون حمامة السلام لهذا الشعب المسكين اللي ما يحتاج شيء. أنا وياك، صوتي وياك، إن شاء الله تكون المرأة قيادية بالحكومة القادمة وتكون لها دور فعال في بناء المجتمع. نعم المرأة، ومرة ثانية أعتذر من جميع الرجال، فمنهم القادة ومنهم المصلحين، لكن المرأة أعتقد في ظل هذه الظروف سواء كانت دولية أو محلية هي أقل فساد بالفساد الإداري. والفساد الإداري بدأت، ليس بدأت الآن، هي هدمت، وليست هي أرض نخرت المجتمع العراقي، لا هدمت العراق الفساد الإداري. فالمرأة أقل الفساد الإداري والمالي، هذا ما أقصده. بالنسبة إلى المرأة تريد تنجح، فلذلك يعني حتى لو كانت ضميرها ربما يحاسبها أكثر، لكن بنفس الوقت تريد تنجح وتريد تبرز. لكن فلذلك حتكون، خلينا نتحدث عن المرأة سيادة النائب. نعم. تحدثتي عن المرأة ودور المرأة الفعال، وإذا كانت تتبوى مناصب ومكانات مهمة اللي نتمناه ويتمناه كل النساء العراق، أعتقد يعني هم أكيد يتمنوا مثل ما نتمنى، راح يكون العراق يعني بسلام وأمان، وراح نخلص من الطائفية، وراح نخلص من المحاصصة، وراح نخلص من كل الأزمات داخل هذا البلد. لكن هذه أمنيات نتمنى أنه تتحقق. هو لأن ما أعطيها هالصيغة المثالية حتى أقول أقدر أوصل لها خطوة. عن المرأة اللي ضحت، نحن مرينا في زمن صعب جدا، زمن حروب وحصار. هذا اليوم نسبة الأرامل وأيضا المطلقات ونسبة المرضى من النساء نسبة جدا عالية، يعني بالتحديد بمحافظة ديالة. خلينا نتحدث هذه المرأة اللي عانت وأعطت ما أعطت، هذا اليوم مش قدمتوا لأنتوا، أنتوا كنساء تمثلوها بالبرلمان العراقي. نعم للأسف ديالة، نعم ما شهدته كل محافظات العراق شهدته محافظة واحدة وهي محافظة ديالة. نعم. محافظة العزيزة. نعم. بسبب التهجير وسبب الصراعات السياسية، الصراعات الطائفية، كل أنواع الإرهاب شهدته محافظة ديالة. نعم. الاعتقالات كثير كثير من الأمور كلها كانت أكثر ما أثرت على المرأة. نعم. المرأة فقدت الابن والأخ والزوج، والمرأة اليوم مهجرة، المرأة ليس لها مستقبل، يعني تخاف من كل شيء، تخاف من المجهول، تخاف من المستقبل. المرأة في محافظة ديالة وفي كل العراق، كل الذي عاناه العراق يتجسد في المرأة. صحيح الرجل قاد، الرجل أيضا كان هو يعني شهدائنا بالنسبة لنا، أفراد القوات المسلحة، أفراد القوات الأمنية، كلهم من الرجال صحيح، لكن يجب أن ينظر بعين الاعتبار أن والدته التي أردته الحياة، وكذلك أخته وزوجته، واللي وبنته اللي تنتظره يوم بعد يوم،
هاي كلها انعكست على المرأة. في محافظة ديالى كما قلت مع الأسف وبالنسبة لهذه يعني هناك دروس نفسية واجتماعية أثبتت أيضا أن إضافة إلى أنها احتلت المرتبة الأولى بالنسبة لعدد الأرامل بالنسبة لعدد المطلقات بسبب المشاكل النفسية والاجتماعية اللي يعانها منها المجتمع بسبب ظروف البطالة والعطل والعوزة الذي يعانيها الرجل. قدمتوا لهم أنتم نواب نواب ديالى ايش قدمتوا لهذه العوائل؟ أنا أقدم ما أستطيع أن أقدمه مشاريع لا تنفذ. كل الذي قدمته هو تواصلي مع المجتمع وهذه العوائل والأسر الفقيرة كلها فقيرة في ديالى. يمكن بسبب سيادة النائب المجلس محافظة ديالى هذا المجلس اللي أكيد شاهدنا التغيرات ومحافظ بعد محافظ يعني اختيار محافظ لمرتين يعني. أنت عارفين أن الدورة الانتخابية اللي شهدت 6 محافظين في ديالى؟ 6 محافظين ماذا أستطيع أن أعمل؟ أنا صحيح أني معطل لمجلس محافظة ديالى. نعم الحكومة المحلية نعم عانت من مشاكل كبيرة. لذلك هل تعرفين مكتب المرأة في محافظة ديالى ليس له غرفة معينة اسمه مكتب بس ما عنده غرفة؟ تحتاج إلى دعم تحتاج إلى جهود تحتاج كلها هذه بجهود ذاتية نحن النساء ونواب محافظة ديالى نقوم بها نتواصل مع الأسر نتواصل مع العوائل الفقيرة سواء كانت المرأة أو الرجل هناك كلها يعني جميعها جهود ذاتية منظمات بسيطة تجمعات طلابية يعني الحمد لله التكافل جيد وجيد جدا في محافظة ديالى الحمد لله أنا يعني أفتخر أنني يعني نائبة عن محافظة ديالى وحملت هموم محافظة ديالى إلى البرلمان العراقي. خلينا نشاهد هذه الحالة الثانية وأيضا نكمل حديثنا. 2 وليدات وابني عشان بتناني رطين واشتري لهم. أتمنى هيك يقوم ويلعب ويضربنا ونضحك ويصير بالأول ويروح للمدرسة ويلعب ويا الجار ويقرأ ويكتب. قطية جارتنا كل شي ما عاد هي سوي تنانير تنجي عطين وسوي تنانير اي وعايشة على التنانير تبيعها خطية يعني ما نقدر احنا نساعدها كذب عليك ساعدها رب العالمين هي تسوي بداياتها ومعيش أطفال يعني أنا عن صار عندي ضغط صارت عندي ذبحة يعني صارت عندي كل شي مرات صارت عندي هسه يعني يوم ويوم أنا وقع والله أنا أتمنى يعني أتمنى أمشي ها يعني أنا هسه بالبيت قاعدة يعني ما حتى أشغل بالبيت ما أقدر يعني إيش ما أقدر أشتغل فروخ ترى ما عدي يعني ولا تجيبوني ما بي بعد أتحمل الضيم ما بي بعد أتحمل الضيم وما بي أشوف الجوع أطفالي ابن مدرسة بطلت قبل أسبوع ما عنده ملابس خلصت اسمالي ابن مدرسة بطلت قبل أسبوع ما عنده ملابس خلصت اسمالي دمع بعيونه يرجع يشكو يقول يسموني الفقير وما حد بحالي تخيل انت انا ونفس وضع تصير تخيل انت انا ونفس وضع تصير وتبقى بلا شغل حالك مثل حالي وابنك مثل ابني جوع نص الليل ويتلوى وينوحوا ليدك الغالي دنيا دنيا ومو أمينة وزمن ما معروف ما دامت أبد بس ربك العالي ما دامت أبد بس ربك العالي. حالات أخرى شاهدت يا سيادة النائب هذه الحالات أيضا تعاني ما يعاني كثير من العراقيين يعني الحالة المأساوية اللي شاهدناها هذا اليوم. أيضا أريد نتحدث عن أهم القوانين اللي شرعها مجلس النواب
اللي تخص هذه العوائل؟ قوانين الرعاية الاجتماعية وقوانين وزارة العمل لإعطاء رواتب بصراحة لم تكن من المستوى المطلوب. حسب هذا التقرير إن هناك أطفال يتركون المدارس. نعم. تعرفون قانون منحة التلاميذ. نعم. باعتباري عضوة في لجنة التعليم البرلمانية، كان قانون التلاميذ أو قانون منحة الطلبة، بعيدا عن يمكن هذا التقرير، لأن منحة الطلبة هي للكليات. وكذلك لجنة التربية، وأتمنى أن يرى النور، لأن قانون منحة الطلبة تأخر لعامين إلى أن نوفذ بسبب الموازنة وبسبب تغييرات في وزارة المالية لأكثر من وزير وبسبب إحصائيات، ويعني أخرت كثيرا من هذه القوانين. المسألة ليست في القوانين، المسألة في التنفيذ، المسألة في هواية تنقص أمور القوانين لكي تنفذ، منها الإحصائيات ربما. قانون الرعاية الاجتماعية هناك عوائل كثيرة لم تشمل. هناك عاطلين كثيرين لم يشمل بسبب تخصيصات. نعم، والفساد المالي والإداري أيضا. أيضا هناك اللي ما ينطي الناس المستحقين. صحيح. دائما دوائر تعلن أنه كذا نسبة وكذا عدد وكذا، بالآلاف تذهب إلى أناس لا يستحقون، إلى أن بالسنوات الأخيرة بدأ تقليص هذا العدد إلى حد كبير. يعني هذه واحدة من النقاط. ذكرت لك ركزت على منحة التلاميذ. أنا أكثر ما يحزنني من المرض بصراحة يعني الطفل الذي يولد معاقا، اختاره الله أن يولد معاقا، وعلينا أن نسعى إلى علاجه على قدر ما نستطيع كدولة وكنواب وكمسؤولين وكإنسان. أما التعلم فهي مسؤولية الدولة، التعليم مسؤولية الدولة حصرا، أما المرض فهو سبحانه وتعالى هو الذي يهدي الصحة وهو الذي يأخذها، وعلينا أن نكون وسائل المساعدة. أما التعليم فهي مسؤوليتنا، مسؤولية الدولة. منحة التلاميذ يجب أن يرى النور. 1/10/2014 كان هذا القانون مفروض أن ينفذ، هو أقر القانون. أنت أيضا سيادة النائب في لجنة التعليم العالي، كثير من الشباب اللي تكون جامعاتهم وتكون دراستهم بسبب العوز والفقر. صحيح. أيضا حتى يروح يشتغل ويعيش عائلته. صحيح. هاي مشكلة أيضا يعانون منها كثير من شبابنا اليوم. صحيح. ولذلك احنا من عملنا يعني مثل ما قلت لك القانون يعني كان من سنتين وتأخر، أولا لأن احنا في لجنة التعليم ارتئينا أن يكون للكل، هو طالب ونريد من نشيل من يعني كاهل أهله، فإحنا ارتئينا أن يكون للكل، لكن الحكومة رفضت ووضعته لذوي الدخل المحدود. الحمد لله الآن يعني رأى النور، يأخذ 100,000 الطالب. صحيح هي لا تكفي، لكن هي تحمل يعني شوية من أعباء العائلة، و150 لطالب الدراسات العليا. عندما يكون إلى طالب الابتدائية وطالب المتوسطة سوف يكون ب30,000 ب50، أيضا هي قليلة لكنها خطوة إلى الأمام. عندما رأيت هذه العائلة، عندما مثلا ذكرت أني ابني ترى أني لا ما أقبل بصراحة، يعني أنا مسؤولة عن كلامي، أي طالب أو طالب أو أسرة تأتيني من محافظة ديالى أو حتى من محافظات أخرى، المهم يكون اتصال بي مباشر، أنا أتكفل يعني بي 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 بمبالغ، بس أتأكد أنه الأم رجعتها للمدرسة. نعم، مهم جدا. نعم. أنه أتأكد أنه الأم رجعتها للمدرسة، ومنها هذه العوائل اللي نشرها برنامجكم، أتكفل براتب لهذا الطالب فقط، يجب أن يعود إلى مدرسته، سواء فتاة، وبالذات الفتيات، فتيات أكثر. نعم. ألح على الموضوع بسبب أن المدارس مختلطة، هذه واحدة من الأخطاء. نعم. وواحدة يعني الحلول من أين، يعني من نبدي من حلقة نجد نفسنا نضيق بحلقة أخرى، وهي مثلا المدارس، مدارسنا تعرفين الازدواج في المدارس والدوام الثلاثي أدى إلى كثير من الفتيات ترك المدارس بسبب أنه ما يقدرون يرجعون دنيا ليه، تعرفين القرى، تعرفين النواحي البعيدة، كان هناك خطط
لهذا الموضوع بسبب الوضع الأمني، بسبب نعم. انه العادات والتقاليد اللي يسيطر نعم. على العائلة. وبعدين يجينا الجواب انه يقول مدرسة ماكو، الكل مثل ما بدأنا من بالحلقة الكل يرمي بكرته في ملعب الآخر. السنة الأولى كان المقاولين أخذوا مبالغ بناء المدارس وانتهت بدون أن تبني هذه المدارس، هدمت مدارس في ديالة، أكثر محافظة هدمت فيها مدارس. لكن أنتوا جهة رقابية، يعني ما شاهد ليها اليوم تحاسبون أي وزارة إنه هذه هذول المقاولين أخذوا هذه المدارس، وين نعم راحت الفلوس؟ نعم وين راحت؟ نعم وين وين البناء مال هذه المدارس؟ هذه فلوس ناس، هذه نعم طلاب تحملكم أمانة إنه تريد تدرس وتتعلم في نعم مدارس قريبة على نعم بيوتهم. الجهة الرقابية تكتب وتؤشر وتأخذ سواء كان إعلاميا وسواء كان في تغطية وسواء في كتب رسمية، ونعطي اسم الشركة كأنها متلكئة وأنها سرقت أموال هذه المدرسة أو ما خصص لهذه المدرسة وذهبت ولم تعد. ولكن من ينفذ؟ يعني هل أني هي الجهة الأمنية المسؤولة عن أنه ألقي القبض على صاحب هذه الشركة وحاسبها أو كذا؟ اللي ينفذ منه؟ هذه من انتهى هذا الموضوع، الملف الكل تكلم فيه، خصصت المبالغ من وزارة التربية إلى المحافظات على أن تتكفل المحافظة في بناء المدارس. هي المحافظة بها مشكلة في ديالة، المحافظة بها مشكلة، ورجعت المبالغ ومدد وزير التربية وأدت أعادة المبالغ. اليوم تشهد بعض الترميمات لكن المهدمة لم تبنى لحد الآن. هذا اليوم سيادة النائب راح أجردك من الكتلة مالتك ديالة هويتنا، وايضا من النائبه في مجلس النواب العراقي. هذا اليوم راح احكي وياك الدكتوره الامراه العراقيه، راح احكي وياك الامراه الانسانيه اللي شاهدت هذه العوائل من خلال برنامج طيبه اهلنا. ايش قد تقدر تتبرع لهذه العوائل لمره واحده في برنامج طيبه اهلنا؟ هم اهل وناسه من دياله. شكرا لك ست هيفاء وشكرا لهذه المقدمه، وبالعكس احب اخبرك انه اتشرف انه اتجرد من لقب النيابه ويكون لقبي اولا امراه عراقيه وثانيا من دياله. دياله عزيزه علينا، دياله هم اهلنا، هم اصحاب الفضل في وجودنا في البرلمان، ولم اكن الا ممثله وناطقه باسمهم. لذلك في نهاية ربما يعني قبل ما أولا هو متبرع، ثانيا هو أقل واجب. مسألة الأخرى هذا يعني شيء بسيط واعتذار ربما كبير إلى هذا المجتمع ولهذه المحافظة العزيزة ولهؤلاء البسطاء وأهلي وناسي والمرأة في محافظة ديالة وكل مريض. هذا أقل واجب أقدمه. مش قدتك تتبرعين هذا اليوم سيادة النائب؟ يعني وهو قليل جدا أن أتبرع براتب شهر. مش قد راتبي 8600. مثل ما يعني يصعب علي أن أنطقها لأن أعتبره كلش قليل، لكن أحب أن لا أنقطع عن وإن شاء الله أنا لست منقطعة، وأكيد أهلي بديالة يعرفون هذا الشيء، لكن هذه العوائل ما أحب أنقطع عنها. وهذا يعني دعوة لهم الاتصال، ومن خلالكم أكيد ومن خلال ست هيفاء الطفل اللي في المدرسة يعز علي أن أكون هناك طفل في المدرسة يعني يترك المدرسة لسبب حاجة أو بسبب مادية، يعني ذاك يعني أتكلم وياهم وأقولهم إنه يا ريت يرجع هذا الولد إلى المدرسة، وأنا سوف أتبرع له براتب شهري إلى أن إن شاء الله أن قدر لنا الباري عز وجل أن يكون على قيد الحياة، إن شاء الله أن أتمكن إلى أن يدخل إلى كلية وإلى أن يحمل شهادة ممكن أن فيها أن يواجه المجتمع. شكرا جزيلا سيادة النائب. هذا اليوم الدكتورة غيداء كمبش جردناها من أنها نائبة بالبرلمان العراقي، وأيضا الكتلة اللي هي تنتمي إلها ديالة هويتي اتبرعت براتب شهر للفقراء والمحتاجين من أهالي ديالة من خلال برنامج طيبة أهلنا 8600. هذا اليوم تبرع من الإنسانة العراقية بعيدا عن كل المناصب والأحزاب والجهات. تعالوا هنا البرنامجنا، خلوا إيدكم بإيدنا حتى نساعد ونتكاتف
ونساعد عدد كبير من العوائل الفقرة والمحتاجة. والله هدفنا هو إنساني، هو التكافل الاجتماعي. شكرا جزيلا لك دكتورة. شكراً. إن شاء الله، وإن شاء الله تكون في ميزان حسناتك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا جزيلا. هذا اليوم حضرت إلى طيبة إهنة المواطنة هدى، وأكيد سعيدين أنه نفتح باب الأمل والسعادة لكل الناس المحتاجين من خلال طيبة أهلنا. أهلا وسهلا بيك بطيبة أهلنا، أريد أعرف شنو ظروفك. والله أنا ظروف حيل تعبانة، ما عندي زوج معوق، وعايشين يعني هيك نبقى واطي ونبيع احنا وجهال وعايشين. هذا مبلغ من المال إليك من برنامج شكرا. طيبة أهلنا، وإن شاء الله يساعدك ويساعد زوجك، وإن شاء الله دائما نتعاون حتى نكون أداة لسعادة العوائل الفقرة والمحتاجة. شكرا لكم، شكرا لقناة الرشيد، شكرا لكم برنامج طيبة أهلنا، ونحن نشكركم لأن تساعدون يعني. ومثل ما تعرفون طيبة أهلنا باب لكل العوائل المحتاجة. أيضا هذا اليوم امرأة عراقية تحتاج العونة والمساعدة، وأكيد راح نساعدها من خلال طيبة أهلنا. أريد أعرف شنو ظروفك. أنا عندي ابن راح، عندي بنات ابن بالأيتام دور الدولة، وأنا قاعدة ابن بنكتة بالدالة، وعندي كياسة ماهية على الكبد ثلاثة لازم عملية. شو اسمش خالة؟ صبية عدا فرية. على راسي. على حبيبتي. راسي على راسي. ايه ان شاء الله نساعدك، ان شاء الله نساعدك. بس كل شيء ما اريد، بس اريد ودون دكتور كون الشيء اللي ياهم. دموعك غالية علينا خالة. حبيبتي ربنا، كل شيء ما اريد، بس اريد يشيلوني الكياس اللي كبت ده يهزني. انا لا اريد مال ولا اريد فلوس، بس دكتور يشيل لي الكياس. الله يخليك. والله ما بس ما خليت على روحي، كل شيء ما اريد، يا ريت بس دكتور ان شاء الله نساعدك. قول دكتور يعطيني دخل نعمل شيء. ان شاء الله راح اخذ تليفونك وبعد البرنامج راح نساعدك نحن نوديك الطبيب. دموعك غاليه علينا خالص. انا لا اريد فلوس ولا اريد مال، انا اريد جناي المصيبه علي. أصلاً الدكتور قال لي أجيزي في سلطان الكبير، الدكتور كعطان الجراء، أجيب غراض، أجيب كل التقريرات، كل أجيبة، كل أجيبة. إن شاء الله نساعدك خالد، إن شاء الله، عشان يأخذك للطبيب إن شاء الله. إن شاء الله تندمي. شيل لي إياه العرق اللي مديارني. إن شاء الله، إن شاء الله يسمعون صوتك كل الناس. يا الله يوفقكم ويستر عليكم، والله يستركم إن شاء الله ويسهل أموركم بحق فاطمة الزهراء بحق أمير المؤمنين. الله يوفقكم ويستر عليكم على كل شعب العراق، وعلى عليكم على القناة الطيبة ترحم الفقير. عزيزة علينا خالد، هذا مبلغ من المال. أنا راح أخذك بنفسي والله العظيم، وعد وعد مني لك أنا أوديش للطبيب وأنا أساعدك بعد ما تخلص الحلقة. راح بس تجيلي لي الكياس والزني، والله الزني الكبد الزاني الزاني ما ودنا غلاني شقت صوت شالة جبل. ساعدك والله العظيم، وعد مني راح اساعدك. لا ما تستري ان شاء الله. دكتوركم طيب. دكتور رحت للطبيب لو ما رايحه؟ لا روح الطبيب، دخلوني مرتين عمليه، وقال لي الدكتور ما جايبين الماده ان نخليها نحشقها بالكيس حتى لا ينشر عندك. كل يوم روح كل شيء واقف. انا راح اساعدك بس يخلص البرنامج، راح اخذ تليفونك وانا. ما عنديش تليفون؟ لا والله ما عندي، يوم قليل اجي اجيب غراضي كلها واجيك، واريدك طيبة ان شاء الله كل فقير ينصرك الله نصرا عزيزا ان شاء الله، ويحفظ القناة الطيبة، القناة اللي ترحم الفقير. الله يوفقكم، الله يستر عليكم ان شاء الله بردا وسلاما. تسلمين بحق فاطمة الزهرة بحق الله. تسلمين. الله ينصركم ان شاء الله. دموعك غالية وعزيزة علينا. انا مستعجلة.
بداية أنتي وصلكم. لا لا إن شاء الله أنا أساعدك وإن شاء الله صحة وسلامة وعافية وإن شاء الله كل الطيبين والخيرين يشوفون معاناتك. هذا اليوم أيضا امرأة من عراقنا الحبيب أيضا تعاني المعاناة والمرض والعوز وكل شيء تعاني، أكيد راح نوقف وياها ونساعدها. أتمنى أنتم هم تساعدونا حتى نساعد العوائل الفقرة. والله ملينا والله ملينا والله تعبنا ونحن نناشدكم، تعالوا هنا وساعدوهم، هذا بيتكم بيت الفقرة ما محتاجين شيء والله، والمبلغ اللي تساعدون به الفقرة صدقوا ما راح ينقص من ميزانيتكم وأموالكم. أهلا وسهلا بيك خالة في برنامج طيبة أهلنا. أنا أعرف وضعك الصحي أيضا، أنت ما تتكلمين يعني. أهلا وسهلا بيك. هذا مبلغ من المال اللي في برنامج طيبة أهلنا. المرأة اللي حضرت هذا اليوم إلى طيبة أهلنا هي امرأة خرسة مريضة تشكو العوز والفقر والمرض يعني من كل الجهات، تكلمت بلغة العيون يعني ما تقدر تحكي. نحن نقدر هذا الشيء، هذا مكان للفقراء، تعالوا هنا تعالوا هنا وخلوا إيدكم بيدنا حتى نساعد هذول الناس الفقراء. هذا اليوم أيضا حضر رجل يحتاج العونة والمساعدة إلى طيبة أهلنا، وأكيد نساعد كل العوائل اللي تحتاج العونة والمساعدة. أريد أعرف شنو ظروفك؟ ظروف تعبان، أطلع للشغل ما حصل شغل، أروح المصدر ما حصل شغل وأرجع البيت، واليوم رجعت من المصدر. لأن اليوم عمالة؟ هي عمالة، والله طلعت ما اشتغلت ما حصل شغل رجعت وقاعد بالإيجار. هذا اليوم هذا الرجل العراقي أثناء طريقنا وإحنا جايين طيبة أهلنا قاعد مقهور يبكي. يقول هذا اليوم شلون ارجع على اطفالي وما عندي فلوس، لان هذا اليوم طلعت عماله وما حصلت عمل وانا عندي ايجار وعندي مصرف جيب. اكيد طيبه اهلنا تساعده هذا اليوم وتفتح له ايد العون والمساعده. هذا اليوم نساعدك بمبلغ مالي، واكيد مثل ما نساعد كل العوائل الفقراء والمحتاجه هذا المبلغ لك. جزاكم الله خير ان شاء الله. اليوم ترجع لاولادك اكيد تشتري لهم وتفرحهم. نشكرين وجزاكم الله خير ورحمة الله والديكم إن شاء الله. ودموعك كانت غالية وعزيزة علينا، شفناك إنه أنت وضعيتك كانت متهسترة، يعني حق الرجل يريد يرجع لأطفاله يشتري لهم مسواق يشتري لهم أكل احتياجاتهم وماكو عمالة، يوم أكو شغل وعشرة ماكو. الله يوفقك. رحمة الله والديكم وجزاكم الله خير إن شاء الله. الله معك، مع السلامة. الله معك. أعزائي المشاهدين نتواصل وياكم في عطاء طيبة أهلنا، ويسعدنا أن نقدم وجبة جديدة من أسماء المرضى اللي ظهرت للعلاج في أفضل مستشفيات العالم، ونتمنى منكم التواصل معنا وأن تبعثوا التقارير الطبية على عنوان البرنامج أو تتصلوا بنا على الهاتف المثبت أسفل الشاشة حتى نقدم المعونة المالية. وأسماء وجبة اليوم هم منى أحمد كاظم من محافظة بغداد سيتم علاجها في أمريكا، هدى سامي محسن من محافظة الناصرية سيتم علاجها في كندا، عالية عباس هادي من محافظة ديالى سيتم علاجها في ألمانيا، طالب خضر ياسين من محافظة الأنبار سيتم علاجه في كندا، عيون كريم زنقنة من محافظة الموصل سيتم علاجها في ألمانيا، عيدان همام سامي من محافظة صلاح الدين سيتم علاجه في ألمانيا، انتصار محمد علي علال من محافظة الديوانية سيتم علاجه في ألمانيا، فاطمة علي محمود الحسيني من محافظة البصرة سيتم علاجه في أمريكا، أنوف عبد الله خلدوم من محافظة ديالى سيتم علاجه في أمريكا، سكينة فاضل داود من محافظة واسط سيتم علاجه في كندا، مجيد هاشم عدي من محافظة المثنى سيتم علاجه في كندا، حميد أحمد كركوكلي من محافظة كركوك سيتم علاجه في أمريكا. في الختام يقول نابليون إذا اندفعت الشعوب لا يستطيع أحد إيقافه، ونحن من هنا نقول بمحبة سيكون صوت الشعب
هو الأعلى في الانتخابات، ونبقى معاكم من أجل فتح باب السعادة والأمل مهما كانت الصعوبات، وإلى حكاية وجع جديدة تحكيها لكم هيفاء الحسيني. إلى اللقاء. مثل طيبة أهل زمانك وبالكون إذا سائل أمور ينطونا العيون، مثل طيبة أهل زمانك وبالكون إذا سائل أمور ينطونا العيون، تمسح كل دمع الساد